السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد. موضوعنا لهذا المساء مشاهدينا الكرام هو التربية القيمية وأثرها في تحسين الأمة. أما ضيفنا فهو الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي، خبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة ومدير مجلة جوهرة الإسلام بتونس، وهو أيضا إمام وخطيب يشارك في الدورة 31 للمؤتمر الدولي للسيرة النبوية المنظم من طرف التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا. أهلا وسهلا شيخ. مرحبا. أهلا شكرا وسهلا. على تلبية الدعوة. شكرا. التربية القيمية وأثرها في تحسين الأمة والمجتمعات، هذا هو العنوان العريض لدورة التجمع الثقافي الإسلامي التي تحضرها هذه المرة، وهو أيضا موضوع النقاش. ويعني هنا نسأل، ما التربية القيمية التي بإمكانها أن تحصن يعني المجتمع وتحصن الأمة، ومما تحصنهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شكرا لكم ولقناة المرابطون على هذه الدعوة الكريمة التي وفرتموها إلي بمناسبة حضور هذا اللقاء الإسلامي الذي أصبح اليوم عريقا بعد هذه الدورات المتوالية التي يدعو إليها التجمع الثقافي الإسلامي هنا في موريتانيا في نواكشوط بالذات. وقد كان لي شرف حضور إحدى الدورات الأولى لهذا اللقاء في تسعينات القرن الماضي، وكنت مصحوبا بمجموعة من الأساتذة من تونس ومن الشيوخ. والحقيقة من ذلك التاريخ إلى الآن، وإن لم يتهيأ لي الحضور في الدورات المتوالية وتأتيني الدعوات، ولكن كثرة الالتزامات تجعلني أعتذر، وهذه المرة قلت كفى اعتذارا ولو أن الإنسان يحضر جانبا من هذا اللقاء الذي كما قلت في المداخلة ما كان لله دام واتصل، وكل عمل خالص لوجه الله يراد به وجه الله إلا ودام واتصل. ومرور أكثر من 30 سنة لهذا المؤتمر الدولي ينعقد في ظلال احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ويعني هي ذكرى عظيمة الشان تغتنم ليس في موريتانيا فقط، ولكن اليوم والحمد لله في كثير من الربوع البلاد الإسلامية أصبح يغتنم شهر ربيع الأول للتركيز على جانب السيرة المحمدية. السيرة المحمدية التي تتميز بالكمال والجمال، وتمييزها بالكمال والجمال سببه أن صاحب هذه الذكرى عليه الصلاة والسلام كما قال فيه ربه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هنا جاء السؤال حول يعني طبيعة التربية القيمية التي نبحث عنها، وما الذي ستحصن منه المجتمع والأمة، يعني ما التحديات الماثلة التي يمكن للتربية القيمية أن تمنع وتحفظ المجتمعات منها؟ لا شك في ذلك أن الدارسين الآن انتهوا إلى أن الأمة جمعاء في مختلف ربوعها تعيش أزمة أخلاقية، أزمة قيمية، لأن هذه العولمة وهذا الانفجار الإعلامي والمعلوماتي، هذا الانفجار وهذا السماء المفتوح الآن يعني أصبح يبث فيه مادة يعني هي في كثير من الأحيان يخلط فيها السم بالدسم، وتأتي بعادات وبتقاليد وبقيم قد تكون صالحة لبعض البلدان التي تبث منها تلك القيم واختارتها، ونحن يعني لسنا يعني أوصياء على الآخرين، ولكنها قد تصطدم بموروث وبأصول
في الربوع العربية والإسلامية والإفريقية بصفة عامة تصطدم بموروث قيمي أصيل، يعني جرب فصحة في مستوى التوازن الفردي، جرب فصحة في مستوى التماسك الأسري، جرب فصحة في مستوى البنية الاجتماعية التي يعني تتكون منها هذه البلدان، حتى ولو كانت متنوعة في أعراقها وفي لغاتها، إلا أن القيم التي جاء بها الإسلام قيم جعل هذه الإثنيات وهذه الفروق اللغوية والفروق في اللون والفروق مختلف، الفروق التي الإنسان فيها ليس مسؤولا عنها وإنما خلق بها، ولا سبيل إلى أن نغيرها باعتبارها من الثوابت التي تدخل فيها حتى الجينات والتكوين، يعني عبر العصور المتوالية، فلا يمكن من للناس أن يكونوا في لون واحد أو على لغة واحدة أو جنس واحد. وهذا ما عناه القرآن في قوله جل من قائل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هنا تبدو في الإسلام أن سلم القيم يختلف، ولا أقول هنا خاص بالإسلام، بل قد يكون ذلك مشتركا بين الأديان السماوية بصفة عامة، ولكن الإسلام لأنه الدين الكامل، الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعبادة، إن الدين عند الله الإسلام. لكن الشيخ، هل نتحدث عن قيم محددة قائمة؟ لأنه حتى داخل المجتمع الإسلامي الواحد نتحدث عن عدة منظومات قيمية ولا نتحدث عن منظومة واحدة. نعم، أنا يمكن تحدثت على القيم في مفهومها يعني المشترك، وهذا المفهوم المشترك في القيم الأخلاقية فيما يتعلق بالصدق، بالأمانة، بالوفاء، بكل القيم هذه التي هي في واقع الأمر ليست متطورة، هذه ثابتة، وإن اجتاحتها بعض التيارات وبعض الأهواء وبعض الغزو الفكري والغزو الحضاري، ولكنها تبقى هي يعني تكاد تكون مشترك بين الجنس الإنساني والمجتمع الإنساني بصفة عامة. تبقى بعد ذلك الإضافات لكل مجتمع من هذه المجتمعات التي تتكون منها الأمة الإسلامية جمعاء خصوصيات، والغرب الإسلامي مثلا الذي يمتد من ليبيا إلى يعني نواكشوط إلى شنغيط، هذا الامتداد الجغرافي يعني لا شك، رغم أن حتى في كل طرف فيه وفي كل جزء فيه خصوصيات ومميزات، يعني إلا أنه بالنسبة للشرق العربي الإسلامي هنالك فروق واضحة وجلية جدا، لكنها لا تمس اللب ولا تمس الثوابت التي تجمعنا إلى بعضنا البعض كأمة إسلامية واحدة تمتد من يعني جنوب شرق آسيا إلى المحيط وإلى مجاهل إفريقيا وإلى جزء كبير من أوروبا ومن آسيا الوسطى. إذن هذه الخصوصيات والذي نلحظها في هذه الربوع، يعني بلاد يعني الرباط وبلاد يعني الدعاة وبلاد العلماء وبلاد المحاضر، لا شك وأن هذه ميزة وإضافة مثرية لرصيد الأمة جمعاء، قس عليها ما يشبهها في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي كل الربوع الإسلامية، ولربما أيضا وبصفتكم وبصفة هذه الربوع هي التي تحد بلاد ما وراء الصحراء ومجاهل إفريقيا، يمكن أن لهذه الشعوب أيضا خصوصيات أخرى إذا اطلع عليها الإنسان يجد أن يعني فيها من الثراء ما يمكن أن يحافظ عليه. والإسلام لم يأتي ليهدم ما سبق، وحتى الحديث النبوي الشريف يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهناك حتى في الجزيرة العربية لما جاء الإسلام وبعث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وجد مجموعة من القيم النبيلة لم يقع يعني إزالتها ومحاربتها لا لشيء، إلا لأنها يعني لم يأتي بها الإسلام. الإسلام جاء ليتعامل مع الإنسان على سجيته، على طبيعته، على فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع هذه الثوابت الموجودة لدى كل يعني الشعوب ولدى كل الفئات التي تتكون منها الأمة الإسلامية، جاء الإسلام ليصقل وليعطي دوافع تجعل من ذلك العمل الذي يمارسه الفرد
أي كان موقعه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ثريا أو فقيرا، حاكما أو محكوما، يعطيها يعني زخما، يعطيها دعما. والإشكال بطبيعة الحال الشيخ لا ليس في الإسلام وإنما في الإنسان، لكن في إطار يعني، وأنت تحدثت عن القيم المشتركة وعن التكامل يعني في هذا الإطار، وتحدثت عن وجود أزمة أخلاقية اليوم، يعني ما الذي، ما السبب في ذلك؟ ما الذي جعل هذه يعني الأزمة تقوم؟ ونحن يعني نتحدث عن مجتمعات مسلمة. الأزمة قائمة وواقعة، وهذا من باب الاعتراف بالأمر الواقع، ومن باب النقد الذاتي لأنفسنا. نحن لم نبقى بمختلف فئاتنا يعني أوفية لتلك القيم الأصيلة، أصبحت في كثير من الأحيان شعارا مناسبتيا، حتى إذا أتيت إلى الممارسة الفعلية وجدت الواقع يخالفها. هذه هي الأزمة. الأزمة هنالك قصور، هنالك قصور في الخطاب، الخطاب المقنع الذي يقدم القدوة والأسوة ويدعو بحاله قبل أن يدعو بلسانه. هل في الخطاب أم في الممارسة أم فيهما معا؟ فيهما معا. الخطاب يعني قصر على الوفاء إلى معاني القيم العميقة النبيلة حتى يبلغها أحسن تبليغ لتتقبلها، يتقبلها المتقبل المتلقي. والممارسة أيضا لابد أن نعترف بأن الممارسة تأخرت كثيرا عن الشعار المرفوع وعن القول. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لأحد أصحابه اتق الله حيثما كنت، واضح أنه يوجه المسلم إلى أن يكون مسلما، لا في المناسبات ولا في أماكن معينة، سواء كان ذلك في المسجد أو في موسم الحج أو في رمضان أو في المواسم هذه الاحتفالية، وإنما يريده أن يكون يتقي الله ويخشاه ويخافه ويراقبه في كل أحواله، في بيته مع أجواره، في السوق، في الممارسة، في القول والفعل على حد السواء. تأخر والحق يقال، يعني البون أصبح يتسع، أصبح شاسعا شيئا فشيئا بين ما يقوله الإنسان وما ينفذه ويجسمه في حقيقة الواقع. ولله در. وهنا يكمن يعني السؤال، ما السبب في ذلك؟ السبب، القضية هي أن الإيمان هذا الذي تلقاه المؤمنون الأوائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا في التلقي، فما كان الواحد منهم همه إلا أن يأتي بما يؤمر به وينتهي عما ينهى عنه. ومما زاد المسلمين يعني الأوائل تعلق تشبثا بهذا التطابق بين القول والفعل، والفعل أنهم وجدوا أمامهم وأمام أعينهم وبينهم من يعني يجسم هذه القيم التي يدعو إليه، هذه القيم، وهو الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. فوجود القدوة بالنسبة للمسلم، القدوة العملية الفعلية، يعني يساعده كثيرا على أن يقتدي بذلك المقتدى. لكن السياق الزماني والمكاني وتغير الحضاري وغير ذلك، هذا لا يمكن أن يكون سبب، حتى لأنه مفاهيم القيم تغيرت وفدت مفاهيم جديدة وغير ذلك. يعني في ظل هذا كيف يمكن يعني استرجاع ما يعتبر رصيد قيمي كان ينبغي أن يكون ملموسا في مختلف مناحي حياة الشخص المسلم؟ نحن هؤلاء الذين يعني يمكن نتحدث عنهم بضمير الغائب ونقول وأن أخلاقهم وقيمهم هي التي اجتاحت ربوعنا وافتكت شبابنا، لو ننظر نظرة فاحصة ونزور بلدانهم ونلتقي بمختلف فئاتهم نجد الأزمة الأخلاقية لا يعيشونها نحن الذين نعيشها، ولو نحن ندعي أننا خير أمة أخرجت للناس، ولو أننا نقول إن العزة لله ولرسوله للمؤمنين، لكن تعال بنا نعيش في هذه المجتمعات وننظر مدى احترامهم للمواعيد ودقتها، لنرى إتقانهم للعمل الذي يقومون به، لنرى انضباطهم حتى مع إشارة الأضواء في الطريق، كأنما الناس هناك بقطع النظر على مدى تمسكهم بدين أو عدم تمسكهم اصطلحوا فيما بينهم على ما يمكن أن يسمى يعني
قانون حضاري آمنوا بجدواه ولمسوا نتائجه في حيز الواقع في هذه الحياة الدنيا قبل النظر إلى الدار الآخرة، قبل النظر إلى الدار في حياتهم الدنيا ينبغي أن نعترف. وإن رأينا بعض هل هذا يعني أنه أن جزءا من مشكلنا يتعلق بمستوى إيماننا وبدرجته بمختلف هذه القيم؟ قطعا لا شك في ذلك، وأن الإيمان والاعتقاد له أثر كبير في جعل الإنسان يصلح نفسه ويغير ما بها. المسؤولية هنا فردية قبل كل شيء، ولكن مع المسؤولية الفردية هنالك المسؤولية للمحيطات، المحيط تلو المحيط، ويبدأ هذا المحيط أول ما يبدأ بالنسبة للفرد في الأسرة التي فيها ينشأ. وهذا معناه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الولد يولد على الفطرة. نحن نقول أن الإنسان في أصله يولد مستقيما، يولد طاهرا، يولد نقيا، يولد على المحجة البيضاء. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومسؤولية الآباء، مسؤولية المدرسة، مسؤولية المجتمع بكل مكوناته، هذه هي التي تجعل من الفرد مواطنا صالحا. أنا قلت لك أن يعني ما يعيشه الغرب نحن نتحدث عنه بجانب، فنقول إنه يعيش أزمة أخلاقية. نأخذ جانب فقط من القضية الأخلاقية، من الجانب يعني وهو الجانب الأقرب إلى الغرائز، فنقول إنهم متحللون. ولكن في مقابل ذلك الذي يعتبر بالنسبة إليهم حرية شخصية، في مقابل ذلك كيف يتعاملون مع الملك العام، كيف يتعاملون مع الواجب يؤدونه. الكثير من قيمهم قيم جاء بها ديننا الإسلامي ونحن نتخلى عنها. هذا ما قاله محمد عبد شيخ. سنتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا. أقول إنها مدينة في رواية فرنسية تأسست 1654 على أنقاض مدينة أقدم منها تسمى أغبنبرت. يختلف المؤرخون حول الأسباب المباشرة لمعركة الرشيد، غير أنهم يجمعون على أن المجاهد محمد المختار والحامد أغاض الفرنسيين بعد دعمه للمجاهدين في نيملان. ومشوا للحامد غضبان متخمم يمحقهم في بليد وقتل حسب يوم النملان، وتم عليهم حصار شديد في الحصن نهارات الحمان، ونين اللي جاهم تمديد يمشي ساحل يجمع الأعوان ويرسل الأخبار لكل بليد، وخبطهم جيشه في الموينان وفريو اللي تفتار وزيد قصر البركة وعش قران وانتاك شدير وبالتحديد، وجمع لوان في كل زمان وارجع للرشيد للتسديد ضربات تخليهم دكان صنع جديد وفيد صناديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد مع ضيفنا الشيخ محمد صلاح الدين المستوي، خبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة ومدير مجلة جوهرة الإسلام بتونس، وهو إمام وخطيب. الشيخ مرحبا من جديد. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الجانب المتعلق بأخذ الآخر جانبا من القيم التي جاء بها الإسلام والمسلمون تخلوا عنها. يعني هذه نقاشات ومباحث يعني لدى العديد من المفكرين، كيف تخلفنا وتقدم الآخرون وغير ذلك، لكن الإشكال اليوم لو أردنا يعني تطبيق القيم كما هي، هل سنتفق على منظومة قيمية محددة؟ أظن أن المشترك بيننا ومن خلال حتى استعراض يعني مراحل تاريخنا الطويل والمديد بمختلف يعني التجارب التي فيه المتنوعة والمتميزة أيضا في كثير من الأحيان، والتي يمكن الاقتباس منها والاستفادة منها، نقول أنه هنالك دور
رغم التقدم العلمي والتقني في مختلف المجالات والميادين. وهذا الإسلام يعني لا أظن أبدا من يفهم الإسلام ويستوعب مقاصده ويقرأ نصوصه قراءة معمقة قراءة مقاصدية قراءة شمولية يرى في هذا التقدم الذي يحصل في مختلف مجالات الحياة المادية والتقنية لا يرى الإسلام يعني حجر عثرة أمامه، بل بالعكس هذا مما يعطينا فرصة أكبر لو كان يكون لنا من الوعي بالتحديات ومن التمثل لحقائق ديننا أن نبلغ هذا الدين إلى أوسع ما يمكن من الآفاق بهذه الوسائل المتاحة. لكن القيم كقيم جربت فصحت على مستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي، وما بقي منها حتى ولو كان قليلا هو في واقع الأمر الذي أبقى على هذه المجتمعات متوازنة متلاحمة متكاملة في كثير من ممارساتها، وهو الذي فقده غيرنا ممن يعني تشبثوا بالمادية والمادية فقط، مما جعل الناس أشبه ما يكون بربوات يعني. ولكن ميزة الدين والقيم يعني في أغلبها يعني من موروث دين، تستمد يعني هذه القيم تستمد قوتها وانتشارها والاقتناع بها باستنادها إلى الموروث الديني وما فيه من غيب وما في توظيف الغيب لصلاح العاجل. يعني في الغرب الآن وفي المجتمع الآخر يعني تقدموا، ولكن في مقابل ذلك التقدم المادي وحتى ذلك الوفاق الحضاري الشكلي الذي أتى نتيجته الملموسة المحسوسة التي لا يمكن إنكارها في انتظام عيشهم وفي تقدمهم وفي يعني تحقق النتائج التي يرغبون فيها في قائم الحياة الدنيا، لكن تبقى أسئلة وجودية روحية لا تجيب عنها إلا القيم الروحية الدينية. وهذه القيم الروحية اليوم هي يعني تكاد تكون في الإسلام أكثر مما سواه، باعتبار وأن المدد الروحي للإسلام لم ينقطع ولن ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وضمان هذا المدد الروحي القوي جدا هو في القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا، وهذه الصلة الوثيقة والعميقة والمتواصلة بصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام من خلال الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تنشأ بين المؤمن المسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رابطة روحية قوية هي رابطة المحبة والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذوق به المؤمن حلاوة الإيمان. الآن في الغرب لنا أصدقاء كثيرين، لنا معارف كثيرين، ونحن بتواصل معهم. الذي يشدهم اليوم إلى الإسلام هو ما يعيشونه من خوى روحي، فهناك هجرات لنخب عالية رفيعة جدا تأتي إلى البلاد الإسلامية، خصوصا البلاد الإسلامية ذات الموروث الروحي العميق، وتنهل من هذا المعين العذب ليعود لها التوازن المنشود والمطلوب، والذي يجده المسلم بسهولة. المسلم يجده بسهولة بدون يعني ما حاجة إلى أن يبذل جهد كبير للاستمداد من هذا المدد الروحي المحمدي القرآني الذي لا ينقضي إلى قيام الساعة. هو الشيخ الآخر يأخذ منا كثيرا ما يأخذ من الإسلام القيم والمعاملات، سواء في حياته اليومية أو حتى في الجانب المادي الذي تحدثت عنه، الجانب الاقتصادي مثل المعاملات الإسلامية في المصارف وغير ذلك. لكن أيضا كثيرا ما يصطدم حينما يأخذ يعني هذه القيم لا شية فيها، هي تصلح له رغم عدم إيمانه بها، لكن حينما يأتي للواقع المسلم يجد يعني بونا شاسعا بين التطبيق وبين التنظير. هنا يكمن الإشكال، هنا يكمن الإشكال، وهناك تكمن الأزمة الحقيقية. أنا من الناس الذين يقولون إن مجتمع الإسلام اليوم لا يشكو مشكلة عقيدة، نحن جميعا قاسم مشترك أعظم الإيمان بالله، ننطق بالشهادتين، نحن جميعا نؤمن بمكونات الدين الإسلامي
أركانه فيما يتعلق بعقيدته وعبادته، لكن الشيء الذي نعيشه يعني أزمة حقيقية فعلية هي في مدى الممارسة والتطابق مع قيم الإسلام، مع هدي الإسلام، مع توجيه الإسلام للمسلم في مختلف مجالات والميادين، دون أن يكون ذلك دعني دون ما أن يكون ذلك الشعار يعني الإسلام هو الحل أو ما إلى ذلك من الشعارات المرفوعة، بل أنا أقول هنا يعني القيم الأخلاقية التي نشترك فيها مع غيرنا من أتباع الديانة السماوية، بل من أتباع حتى الديانات الوضعية، نحن نعيش أزمة في مجالها. قل وندر أن تجد الفرد والمجموعة التي تتطابق أقوالها مع أفعالها، شعارات المرفوعة مع ممارساتها. لكن ما السبيل إلى الحل ونحن داخل نفس المجتمع المسلم؟ يعني هناك بون شاسع أيضا في مستوى الفهم والاستيعاب والتطبيق والتنزيل لهذه النصوص على أرض الواقع. الحقيقة أن التنزيل لهذه النصوص ولهذه يعني هذا الموروث الديني الثري جدا، يعني في واقع الأمر الذين يتحملون مسؤولية التنوير والتبصير بحقائق الإسلام وبقيم الإسلام في مختلف المجالات هم أهل الذكر من العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والمسؤولية يتحملونها أكثر من سواهم ولو أنهم يتفاوتون في درجاتهم. هناك من وصل وبلغ درجة الاجتهاد بما لديه من حصيلة ثرية وتمكن منها، وبما لديه أيضا من استيعاب للواقع المعيش بما فيه من المستجدات حتى يستطيع أن يجتهد الاجتهاد المقنع في مختلف المجالات والميادين، وهنالك من هم دون ذلك، ولكن الجميع مطلوب منهم أن ينوروا الأمة وأن يكونوا لها قدوة وأسوة. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لسنا في مجال حصة وعظ وإرشاد حتى نورد عشرات الآيات والأحاديث التي تنعى على العالم بالذات، العالم بالدين بالذات، عندما يعني تنعى عليه تناقضه بين قوله وفعله. حتى قال أحد العلماء: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لما تقولون ما لا تفعلون. فإذا المسؤولية أولا وقبل كل شيء هي على أهل الذكر، أهل الذكر في استيعابهم لمنظومة القيم الإسلامية التي هي منظومة متفتحة، منظومة ذات صبغة إنسانية، منظومة تلتقي مع كل ما فيه درء مفسدة وجلب مصلحة للإنسان. حتى قال الفقهاء: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. ولكن لا يكتفى بالتنظير في هذا المجال، لأن الناس مجبولة على أن ترى الفعل قبل القول، وعندما تبرز في الأمة يعني هذه الفئة وبحكم التجارب التي مررنا بها طيلة العقود الماضية، سواء كنا جمعيات أو جماعات أو هيئات أو غير ذلك، ينبغي أن يكون لنا من الجرأة من الشجاعة أن نقوم بنقد ذاتي لخطابنا ولحملة هذا الخطاب الديني أو القيمي في المجتمع. لماذا تتأخر النتائج عن هذا الخطاب المثالي الرائع الرفيع الذي يستند إلى ما هو منزل وكامل من عند الله تبارك وتعالى؟ وهي المسؤولية فردية ومسؤولية أسرية ومسؤولية مجتمعية، يعني هناك ثلاث أطراف متكاملة. لكن يعني الإشكال دائما هو الجانب المتعلق بالتنزيل وبالتطبيق داخل نفس المنظومة، داخل نفس المجتمع. نتحدث عن عدة منظومات قيمية، ونتحدث لا أتحدث هنا حتى عن الاختلاف اللغوي أو غير ذلك، نتحدث يعني عن مجتمع لديه من المشتركات أكثر من غيرها، ومع ذلك تكاد تجد لولا أن الإسلام واحد يمكن أن تتحدث عن عدة ديانات. صحيح، هو هنا يعني إذا كان هذا الثراء في التجارب، يعني إذا كان هذا الثراء يعبر على يعني عبقرية إن صح التعبير، على روح اجتهادية، على يعني فيه تنزيل وعلى الواقع المعيش، فهذا نعمة الثراء ونعمة أزيد. إذا كان ستصبح
تصبح هذه الاختلافات قد تتعمق فتصبح يعني أديان كما قلت في داخل الدين الواحد، تفرق الناس بما تتجاوز هو إلى بما صراعات هو وأزمات بما هو في واقع الأمر في تنزيله الأول وفي مقاصده الواضحة الجلية لكل ذي عقل يجمع ولا يفرق ويؤلف ولا ينشر الفتنة والفرقة، فهذا ويا للأسف الشديد يعني مشكلة ينبغي علينا أن ننكب عليها وأن نعيد يعني الأمور إلى مسارها السليم الصحيح، أننا مع بعضنا البعض بخصوصياتنا ينبغي أن يكون هنالك القاسم المشترك الأعظم الذي يجمع ولا يفرق، والذي بالنسبة إليه مثلما أن الثوابت واحدة فالغايات ينبغي أن تكون واحدة في خطوطها العامة والعريضة. نعم لكل واحد طموحاته، لكل واحد إبداعاته، ولا يعني لسنا أوصياء على أي واحد حتى في المسألة الدينية، يعني نحن لنا دين يعلن وتعلن آيات أن لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، هذا حتى عند الاختلاف في الدين. وما يعني وثيقة المدينة ودستور المدينة إلا اعتراف بالمواطنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بنى المجتمع الأول على أساس المواطنة، هنالك مسلمون، هنالك مسلمين أنصار ومهاجرين، وهنالك من كان يعيش في المدينة من غير المسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وتبقى لكل طرف منا خصوصيات دينية. فإذا كان كانت يعني وثيقة تأسيسية هامة لقيم التعايش السلمي داخل نفس المجتمع وإن اختلفت المكونات والديانات وحتى اللغات. الشيخ، وصلنا نهاية هذه الحلقة، نشكركم جزيلا الشيخ محمد صلاح الدين المستوي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة ومدير مجلة جوهرة الإسلام بتونس، وهو إمام وخطيب أيضا، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحايانا جميعا، السلام عليكم.